إذا تم منحك الحرية لتقرير ما يجب أن يكون الجزء المميز من جسمك، فأي جزء تريده أن يكون؟ قرر هذا بالتأكيد أنه يجب أن يكون الأنف. في هذا الفيديو سنتحدث عن ظباء السايغا، لأن هذا الوحش الجميل هنا سوف يذهلك حرفياً بأفضل أنف في العالم. كثيراً ما يقول العلماء إن البشر هم الأقرب وراثياً إلى الشمبانزي، وإننا ولدنا منها فيما يتعلق بالتطور. التطور هو عملية مرتبطة بتغيير في خصائص الأنواع على مدى فترة طويلة من الزمن، بحيث يمكنها الحفاظ على الديناميكيات الجغرافية. يتعلق الأمر في النهاية بعبارة البقاء للأصلح. يميل البشر إلى التكيف والاستجابة للظروف وقلب النتيجة لصالحهم وحماية أنفسهم من بيئة مهددة محتملة، هذا لأن لديهم الموارد والقدرة على القيام بذلك. ومن ثم عندما أصابتنا جائحة كوفيد-19 سارعنا إلى تصنيع الأقنعة والمطهرات من أجل حماية البشرية من الفيروس القاتل. لكن ماذا عن الحيوانات؟ هل هم قادرون على حماية أنفسهم مثلنا؟ هل لديهم الموارد اللازمة لدعم بقائهم على قيد الحياة؟ قد لا يكون لديهم موارد، ولكن بفضل التطور لديهم أجسامهم الفريدة من نوعها. حتى لو أراد البشر مساعدة الحيوانات فلن يكونوا قادرين على توفير الموارد لنفسهم. الحيوانات بمفردها تحتاج إلى حماية بقاء أنواعها دون أي مساعدة خارجية. كان من أوائل الحيوانات التي أدركت ذلك هو ظباء السايغا. تعتبر ظباء سايغا من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل خطير، والتي تعيش في منطقتين فقط، روسيا وأجزاء قليلة من كازاخستان. يتمتع كلا هذين المكانين بظروف مناخية قاسية، حيث يتميز الصيف بالحرارة الشديدة والغبار، ودائما ما يكون الجو باردا في الشتاء، وبالتالي يتعين عليه الهجرة في كثير من الأحيان. تفضل هذه الظباء في الغالب العيش في المناطق المفتوحة والسهوب التي لا تحتوي على الكثير من النباتات الكثيفة، حتى يتمكنوا من اكتشاف مفترساتهم من بعيد والهرب إذا لزم الأمر. يبلغ ارتفاع ظباء السايغا حوالي 60 إلى 80 سنتيمتراً، ويمكن أن يزن ما بين 26 إلى 70 كيلوغراماً. السمة المميزة الأخرى للظباء هي الطبقة العليا من معطفها، ما يميز المعطف أنه يغير ألوانه حسب الموسم. في الصيف يبدو باللون الأحمر والأصفر، بينما يتحول إلى اللون البيج الأصلي في الشتاء. إذا نظرت إلى الحيوان فقد تلاحظ شيئاً منفوخاً غريب المظهر إلى حد ما، ولكن بالتأكيد ليس أنفاً عادياً. يبدو الأمر كما لو أنه يمتلك قواً خاصة. أنف ظباء السايغا لديه الكثير ليقدمه أكثر من كونه مجرد جهاز حاسة. بالنظر إلى الطقس القاسي الذي تعيش فيه وبقليل من المساعدة من التطور، نما للظباء أنف يساعد في بقائها. بصرف النظر عن إعطائها حاسة شم قوية، فإن كل من فتحتي الأنف الطويلة تعمل أيضا على ترشيح الغبار الشديد في الصيف الجاف وتدفئة الهواء البارد في الشتاء. كما لو أن هذا لم يكن كافيا، يساعد الأنف الحيوان أيضا على التواصل والعثور على شريك. أظهرت الدراسات أن ذكور السايغا يصدرون زئيراً أنفياً شديداً لإظهار رجولتهم، وفي محاولة لإثارة إعجاب أنثى السايغا. نعم، هذا كل ما يتطلبه الأمر لإبهار أنثى السايغا. عندما قام فريق من العلماء بتشريح أنف السايغا في عام 2004، وجدوا العديد في الغرف الضخمة التي كانت تشبه المرشحات الطبيعية وساعدت في تنظيف الهواء أثناء الاستنشاق. ساعد هذا الحيوان على التنفس بجودة هواء أفضل، مما أدى إلى رئتين أكثر صحة. كان هذا ذا أهمية كبيرة بالنظر إلى حقيقة أنها واحدة من أسرع الحيوانات بسرعة حوالي 50 ميلاً في الساعة. ومن ثم كان من المهم للغاية أن تستنشق هذه الظباء هواءً أنقى. أكثر من ذلك لأنهم يهاجرون كثيراً ويقطعون أكثر من 1000 كيلومتر كل عام. هناك حقيقة أخرى تجعل أنوفهم الغريبة تبدو أكثر غرابة. عندما يركضون فإنهم يميلون إلى إبقاء أنوفهم بالقرب من الأرض، لدرجة أنها تبدو تقريباً مثل مكنسة كهربائية من مسافة بعيدة. ومع ذلك يبقى السؤال الرئيسي، أين حصلت ظباء السايغا على هذه السمة الخاصة؟
يشير التطور ودراسة الأحافير إلى حقيقة أن السايجا لم تكن في الأصل على هذا النحو، على الرغم من أن لدينا دليلاً على أن أسلافهم لم يكن لديهم أيضاً أنوف صغيرة جداً، ولكن لم تكن كبيرة كما هي اليوم. بشكل عام، من حيث بنية الجسم والتشريح، يبدو أن السايجا قد تغيرت قليلاً جداً منذ التاريخ القديم. يوضح بحث آخر بشكل حصري أن جميع الحيوانات الأخرى في ذلك الوقت القديم انقرضت، ولكن نجا السايجا فقط. ما الذي كان فريداً بطبيعته حول السايجا والذي ساهم في بقائها في مثل هذا المناخ الصعب، خاصة عندما استسلمت الحيوانات الأخرى للعوامل الجوية؟ وفقاً لبعض النظريات التي قدمها العلماء، كانت السايجا أسرع من الحيوانات الأخرى، أسرع بمعنى أنها تتكاثر وتتكاثر بشكل أسرع. كان معدل الأيض لديها أسرع أيضاً، كما اعتادوا الهجرة والتكيف مع البيئة المتغيرة بشكل أسرع من أي حيوان آخر. يمكنهم بسهولة تغطية مسافات طويلة أثناء الجري، ويمكنهم أيضاً السباحة على عكس الحيوانات الأخرى. وبقدر ما يتعلق الأمر بنظامهم الغذائي، يمكنهم أيضاً تناول النباتات السامة دون الإضرار بأنفسهم. ربما كان لهذه السمات تأثير رئيسي على بقائهم. نجت السايجا على مر العصور من مجموعة كبيرة من الاضطرابات العالمية، ولكن من المفارقات أنهم وصلوا إلى حافة الانقراض. إذن ما الخطأ الذي حدث حتى بعد أن أصبح مخلوقاً متكيفاً؟ قد يتساءل الكثير منكم أن الجشع القاسي لبعض البشر قد أجبرهم على قتل السايجا، مما أدى إلى تعرضهم للخطر. هذا صحيح جزئياً إلى حد ما، ولكن البشر لم يكن لديهم دور كبير في هذا. كانت هناك عوامل أخرى مثل البكتيريا التي أدت في كثير من الأحيان إلى انقراض جماعي لأنواع السايجا، حيث استغرق الأمر يوماً واحداً حتى تنتشر البكتيريا في الجسم بالكامل وتقتل الحيوان المصاب. انخفض عدد السايجا بشكل كبير من مليون إلى حوالي 1,000 أو 2,000 في جميع أنحاء العالم. لقد أصبحوا بسهولة الأنواع ذات معدل الانقراض الأسرع. يبدو أن الأنف لم يكن كافياً كما كنا نظن. تكشفت سلسلة من الأحداث المأساوية في مايو 2015 عندما مات أكثر من 200,000 سايجا في غضون يومين فقط. كان السبب الخاص لهذه المأساة هو التأثير الفيزيولوجي الهائل، خاصة على إناث السايجا بعد الولادة. تمتلك السايجا استراتيجية فريدة للولادة لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة. يتجمعون بأعداد كبيرة لفترة محدودة من الوقت عندما يعرفون أن الصغار قادمون. من خلال التجمع الجماعي مثل هذا يكونون فريسة سهلة للذئاب مفترسهم الرئيسي. لكن هذا يقلل بشكل متناسب من خطر تعرض كل مولود جديد للهجوم. يمكنك بالتأكيد تخيل الصدمات الجسدية والعقلية التي يمرون بها خلال هذا الوقت في محاولة لحماية أنفسهم وكذلك الأطفال حديثي الولادة. عادة ما تلد في الطقس المعتدل النادر على سجاد العشب الأخضر المورق الذي يسود قبل بداية الصيف القاسي. هذه الاستراتيجية غير المعتادة للسايجا غالباً ما تؤدي إلى تعرض الإناث للإجهاد والضعف الشديد، وتجد صعوبة في البقاء على قيد الحياة. في دراسة لاحقة كانت العدوى التي من المحتمل أنها تسببت في هذه الوفيات الجماعية في عام 2015 تسمى داء الباستيريلا. ومع ذلك فإن هذا الحادث المؤسف لم يكن شيئاً حدث لأول مرة لظباء السايجا. حدث شيء مشابه جداً في التسعينيات أيضاً عندما انخفض عددها بمعدل مرتفع يصل إلى 95%. كان السبب الجذري لهذا الانخفاض الكبير هو الصيد الجائر الذي بدأ لقرون الحيوانات. لرؤية انقراض السايجا يحدث على هذا النطاق الواسع، يكاد يكون من المستحيل تخيل أن هذا النوع لديه أعلى إمكانات الإنجاب مقارنة بالآخرين. هل تعلم أن أنثى السايجا تصل إلى مرحلة النضج الإنجابي في غضون بضعة أشهر فقط من ولادتها، بينما يمكن أن يستغرق ذكر السايجا ما يصل إلى 2 لبلوغ مرحلة النضج الجنسي؟ يبدأ موسم التزاوج في نوفمبر، وبعد إبقاء الأطفال في أرحامهم لمدة 5 أشهر تقريباً يلدون أخيراً في فصل الربيع.
تم وضع العديد من الخطوات للحفاظ على ضباء السيجا وحمايتها في عام 2006 عندما وقعت العديد من الدول الكبرى مذكرة تفاهم بشأن الحفظ والاستعادة والاستخدام المستدام لضباء السيجا. تم تنفيذ خطة لدعم مذكرة التفاهم هذه من عام 2011 إلى عام 2015، وهي تنص بوضوح وتحدد الأولويات القصوى المتعلقة بحماية الحيوان من الانقراض. كانت هذه الأولويات عبارة عن تدابير لمكافحة الصيد الجائر والتجارة المستدامة فقط عند الاقتضاء. تمت مراقبة جميع المتبقين عن كثب، وأجريت دراسات بحثية لتنفيذ طرق فعالة لحمايتهم. تلعب الولايات المتحدة دوراً ناشطاً في هذا منذ عام 2000، كما تم اتخاذ خطوات مهمة نحو الحفاظ على السكان الفرعيين. بالحديث عن المجموعات السكانية الفرعية، فإن أنواع الضباء السايجة لديها حالياً 5 مجموعات. تعيش المجموعة الأكبر في كازاخستان، بينما تعيش المجموعات الأصغر الأخرى في أجزاء من روسيا. لضباء السايجة أيضاً قيم بيئية وثقافية كبيرة في منغوليا. يتكون السكان الرئيسيون في منغوليا من نوع فرعي من سايجا المعروفة باسم سايجا تاتاريكا مونغوليكا، والتي يبلغ عددها حوالي 750. بصرف النظر عن الصيد الجائر على نطاق واسع والوفيات الجماعية بسبب الأمراض، فإن تطوير الصناعات والتوسع الحضري السريع قد شكل أيضاً تهديداً كبيراً لموائل سايجا وفي نهاية المطاف على بقائهم. أخبرنا بأفكارك حول هذا الوحش الجميل في قسم التعليقات أدناه. شكراً للمشاهدة.